السلام عليكم. إذا كنت مسلم يجب أن تفعل هذا الشيء في أول يوم من شهر رمضان، لا تجعل الفيديو يفوتك. شهر رمضان خير من ألف شهر، فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. فمن صام رمضان احتسابا غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، ومن فاته صيام رمضان خسر مغفرة من الله سبحانه وتعالى وخسر أجر وثواب هذا الشهر العظيم. فالصيام فرض على كل مسلم ومسلمة، لقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعمال أول يوم من شهر رمضان: يجب على المسلم استغلال كل يوم من أيام رمضان في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفعل الخيرات والطاعات. في هذا الفيديو سنعرف كيفية قضاء أول أيام شهر رمضان، ولكن قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الإعجاب به لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى مشاركة الفيديو ليستفيد الجميع. لنشاهد المقطع سويا. بعد أن يتبين لنا أول أيام الشهر الفضيل بظهور الهلال، تدخل الفرحة على قلوبنا ونبدأ بالاستعداد لاستقبال هذا الشهر المليء بالحسنات والثواب. ففي اليوم من شهر رمضان هناك عدة أمور يجب القيام بها. أولاً، وهو أن يقوم المسلم بالاغتسال والطهارة بصب الماء على رأسه ليستقبل شهر رمضان وهو طاهر، وهذه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الاكثار من الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان المبارك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، يصلي المسلم في أول ليلة من شهر رمضان ركعتين، يقرأ في ركعتين سورة الحمد وسورة الأنعام، ويتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، والدعاء الذي كان يدعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل صيامي في صيام الصائمين وقيامي في قيام القائمين، ونبهني في عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي في يا إله العالمين، واعف عني عافيا عن المجرمين. رابعا، من المستحب في أول ليلة من رمضان عند طلوع الفجر أن يقوم المسلم بالدعاء، ومن الأدعية المستحبة: اللهم قد حضر أول يوم من شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا وتسلمه منا وسلمه لنا في يسر منك وعافية، إنك على كل شيء قدير. ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في أول أيام من شهر رمضان؟ ربما يتساءل كثير من الناس عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، كيف كان يصوم؟ كيف كان يتسحر؟ كيف كان يفطر؟ كيف كان يقضي يومه فيه؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي الصيام كل يوم، وكان يتسحر مع إحدى زوجاته، يأكل قليلا من الطعام، ربما كان يتسحر على تمرات أو شيئا قليلا من الطعام مع شرب الماء، وكان أحيانا يتسحر مع بعض الصحابة. ففي الصحيح إنه تسحر هو وزيد ابن حارث رضي الله عنه، ثم بعدما ينتهي من السحور كان يصلي مقدار ما يقرأ الإنسان 50 آية من القرآن حتى يؤذن لصلاة الصبح، ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم سنة الصبح ركعتين خفيفتين، وينتظر في بيته حتى يستأذن بلال في إقامة الصلاة، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرات نسائه لأنها لاصقة بالمسجد، فيصلي بالناس صلاة الصبح، وكان يجلس في المسجد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، فينتظر قرابة الثلث ساعة أو يزيد، ثم يصلي ركعتين. وأخبر أن من فعل هذا كمن حج واعتمر وله الثواب كاملا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجاته في خدمتهم، بل كان يلاطفهن ويداعبهن حتى في رمضان، بل إنه ربما كان يقبل زوجاته وهو صائم، وهذا شيء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان قبل المغرب كان يقول أذكار المساء وبعض الأدعية، فإذا قام أذان المغرب طلب من زوجاته أن يأتون له بالفطور، فكان يفطر قبل أن يصلي المغرب، وكان يفطر على راتبات، فإن لم يجد حس حسوات من الماء. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على راتبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن راتبات فتكون تمرات، فإن لم تكن حس حسوات من الماء. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد إفطار فريضة المغرب في المسجد، ثم يعود إلى بيته فيصلي سنة المغرب ويجلس مع زوجاته حتى إذا قام أذان العشاء يصلي السنة القبلية في بيته، ثم يخرج يؤوم الناس في صلاة العشاء، وقد صلى التراويح بالصحابة في المسجد 3 مرات، ثم لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم، فكان يرجع إلى بيته ويصلي في الليل ما شاء الله تعالى له، فكان يطيل الصلاة. وقد سألت السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره
على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. ثم إذا انتهى من الصلاة نام صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي الوتر، فتسأله عائشة رضي الله عنه: يا رسول الله، أتنام قبل أن تصلي الوتر؟ قال النبي: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وذلك أن من السنة أن لا ينام الإنسان حتى يصلي الوتر قبل نومه، لكن هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه ربما جمع زوجته في ليل رمضان ثم ينام ولا يستيقظ حتى يؤذن للفجر، فيقوم وهو جنب فيغتسل ثم يذهب لصلاة الفجر. وهو هنا صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن الصيام إنما هو في نهار رمضان وليس الليل وقت صيام أو الامتناع عن المباحات، إنما الامتناع يكون بالنهار فقط دون الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يشغل نفسه في رمضان بقراءة القرآن والصلاة والذكر والصدقة والصيام، ولا يأكل إلا قليلا، وربما كان يواصل الصيام يومين وثلاثة، ويقول: إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وهو صلى الله عليه وسلم يضرب المثل في الصبر على الجوع، ويعلم أمته أن رمضان ليس شهر أكل وشراب ولهو كما هو الحال في كثير من بيوت المسلمين، وإنما يعلمهم صلى الله عليه وسلم إنه شهر عبادة وطاعة لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل في بيته بعد أن ترك صلاة القيام في المسجد خشية أن تفرد. وفي آخر أيام شهر رمضان عاد فجمع بناته ونساءه من المؤمنين للصلاة مرة أخرى جماعة، فكان يصلي من الليل ثم يكون مع أهله ثم يتسحر ثم ينتظر صلاة الفجر، فيصلي سنة الصبح في البيت ثم يخرج لصلاة الفريضة جماعة في المسجد، كما كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصدقة في رمضان على الفقراء والمساكين، ويزيد التصدق على الفقراء والمساكين في رمضان عن غيرها، حتى وصفه الصحابة رضوان الله عليهم في صدقته في رمضان كأنه ريح المرسلة من كثرة نفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الفقراء والمسارعة بمواساة الفقراء والمساكين في هذا الشهر الفضيل. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد في العشر الأواخر في رمضان، ولما كان آخر عام في حياته صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما، وكان يجتهد في هذه العشرة ابتغاء إصابة ليلة القدر، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وكان يقول لأصحابه: أرى رؤياكم قد توطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحريها في العشر الأواخر. وكان يحب كثرة الدعاء فيها، كما في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وافقت ليلة القدر بماذا أدعو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وكان يوقظ أهله في العشر الأواخر للإجتهاد في العبادة، لا يتركهم ينامون، كما أخرج الترمذي بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. وأيضا في أول يوم من أيام شهر رمضان نصحو قبل أذان الفجر ونقوم بالصلاة وقراءة القرآن، ثم بعد ذلك نتسحر ونتناول بعض الطعام لنختزن طاقة للصيام، والصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غياب الشمس. وعلى الرغم من العناء والمشقة التي قد نشعر بها، إلا إننا نشعر بالسعادة في هذا الشهر، ونشعر بالتواصل مع العائلة والآخرين. ففي أول أيام هذا الشهر الفضيل يحرص كل شخص على ذكر الله كثيرا، وتأدية الصلاة في موعدها، وقراءة الكثير من الآيات القرآنية، وتحضير المأكولات الشهية على الإفطار، ومشاهدة البرامج الرمضانية الشيقة، ونحاول تجنب والامتناع عن مشاهدة الأشياء المحرمة مثل المسلسلات والأشياء التي تضيع الوقت، مع الأخذ بعين الاعتبار إنه لا يصح أن تضيع الوقت على التلفاز، فهذا الشهر يأتي مرة واحدة في السنة، والأجر فيه مضاعف ودعاء فيه مقبول، والأعمال الحسنى لها ثواب من الله عز وجل في أول أيام من شهر رمضان. يعاني الشخص من الصداع والتعب والمشقة بسبب فقدان الجسم لكمية كبيرة من السوائل والسكر، وعدم اعتياد الشخص على الصوم بعد، لذا ينصح بتناول كميات كبيرة من السوائل في السحور، وعدم تناول المأكولات التي تؤدي للعطش أكثر من غيرها، فيمكنك تناول التمر أو بعض الفواكه والخضروات. وإن كان الشخص مريضا يجب أن يحرص على تنظيم تناول الدواء في السحور وبعد الإفطار، وأحرص في اليوم الأول على عدم بذل مجهود شاق أو مهلك حتى تعتاد على الصيام. لا تنم أكثر من اللازم في اليوم الأول، فهذه من العادات السيئة والخاطئة. إلجأ للاستحمام والوضوء باستمرار إذا كان الصيام في فترة الصيف والحر،
وحاول التغلب على مشقة الصوم بالذكر الله تعالى والتعبد والقيام بالأعمال المنزلية في أول أيام شهر رمضان. تتجمع العائلة على مائدة الطعام ويصلون المغرب جماعة ويمارسون الطقوس الرمضانية الرائعة، وينصح بعدم تناول كميات كبيرة من الطعام على الإفطار الذي قد يصيبك بالكسل بعدها وعدم القدرة على ممارسة الأعمال التي قد تكون أجلتها لبعد الإفطار، وأحرص على تناول السوائل خاصة الماء بعد الإفطار. وتستعد الأسرة للذهاب للمسجد لأداء صلاة العشاء والتراويح لنيل الثواب والتقرب من الله سبحانه وتعالى. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.